يعطيكم العافية جميعا في محاضرة أخرى وموضوع آخر من موضوعات الفيسيولوجي، وهالموضوع شوي انترستينج، يعني سهل ويعني حلو، مش كثير جامد الموضوع اللي قبله. اليوم رح نحكي عن البودي فلويدز، أو اللي هم سوائل الجسم بشكل عام. بدنا نراجع بشكل سريع معلومة إحنا أوريدي أخذناها من قبل، اللي هي إنه السوائل اللي موجودة في الجسم في حالة الأنثى بتشكل 55% من وزن الجسم، تمام؟ في حالة الأنثى. أما في حالة الذكر بتمثل 60% من وزن الجسم. شو بتمثل؟ 60% من وزن الجسم، تمام؟ إذن 55% من وزن الجسم في حالة الفيميل عبارة عن سوائل، 60% من وزن الجسم في حالة الميل برضو عبارة عن سوائل. هلا الفلويدز themselves، تمام، بنقسمهم ل intracellular fluids and extracellular fluids، يعني بنقسمهم لسوائل موجودين في داخل الخلية، بنقسمهم لسوائل موجودين في خارج الخلية. إذا هم عبارة عن intracellular fluids and extracellular fluids، سائل داخل الخلية وسوائل خارج الخلية، بحيث أنه مجموع السوائل اللي موجودة في داخل الخلية بشكل ما يقارب ثلثي السوائل كلها في الجسم. السوائل داخل الخلية هو عبارة عن ثلثين السوائل الموجودة في الجسم، أما السوائل خارج الخلية الإكسترا سيلولار فلويد هي عبارة عن ثلث واحد من سوائل الجسم بشكل عام، تمام؟ والإي سي أف أو الإكسترا سيلولار فلويد إتسيلف 80% منه انترستيشيال فلويد، 20% منه بلازما، تمام؟ يعني 80% منه عبارة عن سائل ما بين الخلايا، سائل ما بين الخلايا هو خارج الخلايا وما بينها، و20% منه عبارة عن بلازما، والبلازما اللي هو الواتري كومبوننت اوف ذا بلاد، تمام، اللي هي البلازما. هلا الاكسترا سيلولر فلويد، وهي معلومة جديدة عليكم، انه الاكسترا سيلولر فلويد فيه نوع ثالث من الفلويد، الا وهو اللي انا بسميه الايش؟ الترانس سيلولر فلويد. شو يعني ترانس سيلولر فلويد؟ هلا هي عباره عن مجموعه اللي هي عباره عن اكسترا سيلولر فلويد مش موجوده لا بالانترستيشيوم او اللي هو بين الخلايا ولا بالبلازما. هو عباره عن السوائل اللي احنا بنلاقيها زي السينوفيال فلويد، السائل الموجود في المفاصل اللي هو السائل الزلالي، البيريكارديال فلويد اللي هو السائل اللي موجود في البيريكارديوم، البلورال فلويد السائل اللي موجود في البلورا اللي هي الكفرنجز اوف ذا لنج، تمام. وهي الاشياء كلها ان شاء الله بتفهموها اكثر بس تدرسوا الاناتومي، لانه بالاناتومي احنا حكينا لكم عن البريكارديوم، حكينا لكم البريكارديوم في له فيسرال لاير وفي له بارايتال لاير، وفي عندي بيناتهم بريكارديال كافيتي، والبريكارديال كافيتي فيها بريكارديال فلويد، والبلورا نفس الشيء، الكفرنجز اوف ذا لنج لها طبقتين بارايتال اند ذا فيسرال، وبينهم في عندي بارايتال كافيتي، سوري بلورال كافيتي، والبلورال كافيتي فيها البلورال فلويد، تمام، اللي هو موجود في الرئه. في عندي بيريتونيال فلويد اللي هو السائل الموجود في طبقات في الكفرنجز اوف ذا ابدومين، في الابدومينال فيسرا اللي هي الاعضاء الداخليه الموجوده في منطقه البطن زي الكبد وما الى ذلك. الاوكيولر فلويد هو السائل الموجود في العين. السيريبرو سباينال فلويد اللي هو السيريبرو سباينال فلويد اللي هو السائل اللي موجود في الجهاز العصبي المركزي للجسم، تمام. فهذا هو بالنسبه لتوزيع السوائل الموجود في الجسم. وفي شغله بدي اياكم تعرفوها يا جماعه الخير، واللي هي انه هذا السوائل مش في حاله ثابته، هاي السوائل بتتحرك وبتمشي من كومبارتمنت لكومبارتمنت. اذا هاي السوائل مش موجوده في حاله ثابته، وانما هي متحركه بتنتقل من كومبارتمنت الى ايش؟ الى كومبارتمنت اخرى، بتنتقل من كومبارتمنت لكومبارتمنت اخرى، تمام. وهلا البودي فلويدز، تمام، مش كلياتهم فيهم the same components، يعني من منطقة لمنطقة، أو من extracellular fluid للintracellular fluid للtranscellular fluid، الcomposition للفلويد بيختلف، التركيز للإلكترولايت اللي هي زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكالسيوم مغنيسيوم كلورايد بايكربونات وما إلى ذلك كلها بتختلف، تركيز البروتينات بتختلف، تمام. إذا الفلويدز اللي في الجسم
في من كومبارتمنت لكومبارتمنت، من كومبارتمنت لكومبارتمنت الكومبوزيشن لها بيختلف، الكومبوزيشن لها ايش بيختلف. على سبيل المثال شوفوا لي هون على الاحمر والازرق مع بعض بيمثلوا الاحمر والازرق مع بعض شو بيمثلوا؟ بيمثلوا اللي هو الاكسترا سيلولر فلويد، بينما الاصفر هون بيمثل الانترا سيلولر فلويد. شوفوا تركيز الصوديوم بالاكسترا سيلولر فلويد اللي هو هون عند الازرق انترستيشل وعند الاحمر بلازما اعلى بكثير من تركيز الصوديوم في من تركيز الصوديوم في الانترا سيلولر فلويد، في ايش؟ في الانترا سيلولر فلويد. ولا على العكس تماما شوفوا البوتاسيوم، تركيز البوتاسيوم اعلى بكثير في في الانترا سيلولر فلويد than the extra cellular fluid. وهالشيء احنا حكيناه من قبل، هالشيء احنا حكيناه من قبل. وهاي الـ basics of the action potential and the membrane excitability. إذا أنكم متذكرين إنه توزيع الشحنات، كيف إنه الشحنات تختلف من الانترا للإكسترا سيليولار فلويدز. تمام. على سبيل المغنيسيوم أعلى في داخل الخلية، الكلورايد أعلى في خارج الخلية، البيكربونات أعلى في خارج الخلية لكن بفارق بسيط، الـ HbO4-2 أعلى في داخل الخلية. تمام. وما إلى ذلك. وبرضو كمان تركيز البروتينات بيختلف من فلويد لفلويد، تركيز البروتينات بيختلف من فلويد لفلويد. والسبب في ذلك أو ليش؟ لأنه وهي في شغلة رح نأخذها في المحاضرة القادمة إن شاء الله لما نحكي عن المايكرو سيركوليشن، إنه يا جماعة الخير the proteins have a very important role in the movement of fluids, in the movement of fluids. لأنه البروتينز إلهم البروتينز إلهم بيعملوا pressure بسميه اللي هو oncotic pressure، رح نحكي عنه المحاضرة القادمة إن شاء الله. ولكن الفكرة اللي بديها تضلها في بالكم من هاي الرسمة إنه إيش؟ إنه تركيز أو composition of fluids in different compartments gets different. طيب هلا نحكي عن الwater balance أو الwater homeostasis. ببساطة يا جماعة الخير وبشكل منطقي جدا، الماء كمية الماء في الجسم لازم تظلها ثابتة، يعني الwater intake لازم أنا يساوي عندي الwater excretion، يعني أنا كمية الماء اللي بدخلها على جسمي لازم تساوي كمية الماء اللي بخرجها من جسمي، بحيث إنه كمية الماء اللي موجودة أصلا في الجسم تظلها ثابتة. كمية الماء اللي موجودة في الجسم إيش؟ تظلها ثابتة. يعني ببساطة لو اعتبرنا الجسم عبارة عن وعاء، تمام، لو اعتبرنا الجسم عبارة وياء في كمية معينة من الماء، تمام، في كمية معينة من الماء، فأنا لو دخلت على هذا الوعاء مثلا 100 ملي، تمام، وطلعت منه برضه 100 ملي، فأنا حافظت على نسبة المياه في داخل هذا الوعاء ثابتة، وهالشيء أنا بسميه homeostasis أو اللي هو الwater balance، وهو الحفاظ على نسب ثابتة من الماء في داخل الجسم وهي النسب الطبيعية. تمام. هلا أنا في عندي water gain وفي عندي water loss. شو يعني؟ يعني أنا في عندي water gain اللي المي اللي بشربها أو المي اللي بتفوت على جسمي بشكل عام، والwater loss اللي هي المي اللي بخسرها. هلا المي اللي بتفوت على الجسم 60% منها عن طريق الشرب، 30% عن طريق الأكل، تمام، الجوسز اللي موجودة بالفود، و10% the water that is produced from metabolic processes. شو يعني هاي؟ هلا احنا عندنا يا جماعة الخير في الجسم في عندي كثير عمليات حيوية بتصير، في عندي كثير تفاعلات كيميائية، وجزء كبير من التفاعلات الكيميائية والحيوية اللي بتصير بالجسم الاند برودكتس، تمام، اللي لها بيكونوا عبارة عن ايش؟ بيكونوا عبارة عن water and carbon dioxide، بيكونوا عبارة عن water and carbon dioxide. تمام. اذا 10% من المي من الووتر اللي بيدخل للجسم يوميا، تمام، او اللي بنضاف على كميه الووتر اللي موجوده في الجسم يوميا بيجي من الميتابوليك بروسيس او اللي هي عمليات الايض، عمليات الايض. تمام. لكن السؤال انا كيف بخسر السوائل؟ 60% من السوائل اللي بخسرها يوميا عن طريق البول اللي هو اليورين، 6% عن طريق 6% عن طريق الفيسز اللي هي البراز أعزكم الله، 6% عن طريق السويت اللي هو العرق، 28% إيش بسميه insensible loss. إيش يعني insensible loss؟ تمام. هلا insensible loss يعني ببساطة اللي هو هي كمية الماء اللي الإنسان بيخسرها بدون ما يحس. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال مرات المي تتبخر في داخل الجسم،
تمام، فالانسان ما بيحس فيها فبيخسر هاي كميه المياه. الشغله الثانيه، مرات ال H2O molecules بيطلعوا برا الجسم عن طريق البريث، تمام، لانه انت الهواء اللي انت ممكن تطلعه من جسمك ممكن يكون في H2O، ممكن يكون في H2O وانت مش حاس، تمام. فهذا بنسميه insensible loss of water، اللي هو الووتر اللي بخسره عن طريق التنفس، والووتر اللي بخسره عن طريق التبخر في الجسم، تمام. هلا انا في عندي معضله، شو هي هذه المعضله؟ انا يا جماعه الخير كيف بدي اقيس كميات المياه او كميات السوائل الموجوده في الجسم؟ ببساطه في عندي طريقه اسمها dilution principle. شو اسمها dilution principle؟ وهي طريقه جدا رائعه وانتم بتعرفوها من زمان، تمام. هلا لو نعتبر انه انا عندي وعاء، هذا الوعاء في كمية من الماء أنا ما بعرفها، تمام؟ في كمية من الماء ما بعرفها، نسميها X، الفوليوم له X، الفوليوم له X، تمام؟ جيت أضفت عليه أنا صبغة، تمام؟ أو سائل محلول إيش؟ أو سائل محلول فيه صبغة، تمام؟ نعتبر حجم هذا السائل كان يساوي 100 ملي، تمام؟ والكونسنتريشن لهذا السائل كان يساوي 5. وانا رحت اضفته ايش؟ اضفته هون على هاي المي، تمام. هلا اولا الصبغه هاي ايش؟ راح تنتشر، تمام، راح تنتشر وراح تتحد من المي، راح ايش؟ راح بتتخفف ببساطه، ايش؟ بتتخفف. فانا يا جماعه الخير هون صار في عندي نيو كونسنتريشن لهذا السائل، نيو كونسنتريشن لهذا السائل، تمام. فانا لو اخذ الكونسنتريشن لهذا السائل واحسبه، تمام، نعتبر طلع معي 10، تمام. طلع معي ايش؟ طلع معي الكونسنتريشن للداي، تمام، او لا الصبغه بعد التحليل طلع 10، لا هو المفروض اقل، نعتبر طلع 1، نعتبر ايش؟ طلع 1. هسه في قاعده اخذناها بالكيمياء في حاله في حاله التخفيف، انه حجم السائل قبل التخفيف ضرب تركيز السائل قبل التخفيف يساوي حجم السائل بعد التخفيف ضرب تركيز السائل بعد التخفيف، تركيز السائل بعد التخفيف. فاحنا يعني يا جماعة الخير هسه شو عندي الحجم قبل التخفيف؟ عندي 100، تمام. شو في عندي التركيز قبل التخفيف؟ عندي 5. شو في عندي الحجم بعد التخفيف؟ انا ما بعرفه، اكس، تمام. وشوف في عندي التركيز بعد التخفيف 1، تمام. اعتبر اشارة الضرب هيك على شكل نجم. تمام، اذا اكس شو تساوي؟ اكس تساوي 100 ضرب 5 يساوي ايش؟ تساوي 500، وتساوي 500. اذا حجم هذا السائل بعد التخفيف كم يساوي؟ يساوي 500. اذا حجمك قبل التخفيف كم يساوي؟ سواء 500 ناقص 100، 500 ناقص 100، تمام؟ فالديليوشن برنسبل هذا نفسه، الديليوشن برنسبل هذا نفسه يا جماعه الخير انا بستخدمه في ايش؟ انا بستخدمه في حساب البادي فلويدز. كيف يعني؟ انا بجيب صبغه معينه، تمام؟ بعرف الكونسنتريشن تبعها، بعرف الكونسنتريشن تبعها. وشو بعمل فيها؟ بحقنها في داخل الجسم، تمام؟ وبتركها لفتره، وبعد هالفترة ما تمضي بروح بسحب عينة من سائل الجسم وبحسب التركيز الجديد، تمام، وبحسب التركيز الجديد. هلا حجم العينة شو راح يساوي؟ راح يساوي التركيز القديم، تمام، على التركيز الجديد ضرب حجم العينة. متفقين على هاي الشغلة؟ ليش؟ لأنه الفوليوم قبل التخفيف في الكونسنتريشن قبل التخفيف يساوي الفوليوم بعد التخفيف بالكونسنتريشن بعد التخفيف. هلا انا الفكره كلها بدي احسب الفوليوم بعد التخفيف، بدي احسب الفوليوم بعد التخفيف. الكونسنتريشن بعد التخفيف انا بسحب عينه من جسم الانسان من الجسم وبسحبه، تمام، بسحب عينه من الجسم وبسحب عينه من الجسم وبحسبه. التركيز قبل التخفيف انا بعرفه، لانه انا اوريدي حاطه. والحجم قبل التخفيف برضو انا بعرف، لانه انا عارف ايش الحجم اللي انا حاطه، عارف ايش الحجم اللي حاطه. مثلا انا حقنت داي 5 ملي وتركيزها مثلا 10، تمام، فبصير مثلا 10 ضرب 5 تقسيم الكونسنتريشن بعد التخفيف،
تمام؟ فهي هي فكرة الديليشن برينسيبل في حالة حساب سوائل الجسم. أنا بجيب صبغة تمام؟ بحقنها في الجسم، بحقنها في الدم تمام؟ بتركها فترة مشان تتوزع، بعدين بسحب عينة من الدم، بحسب الكونسنتريشن للصبغة تمام؟ بحسب الكونسنتريشن للصبغة. هسا تركيز الصبغة الجديد تمام؟ تركيز الصبغة الجديد أنا بستخدم في حساب حجم الدم. كيف يعني؟ لأنه ببساطة هون حجم الدم هو عبارة عن حجم السائل الذي تم تخفيف الصبغة فيه، حجم السائل الذي تم تخفيف الصبغة فيه. فأنا بقسم حجم الصبغة في الكونسنتريشن للصبغة قبل التخفيف على الكونسنتريشن للصبغة بعد التخفيف. بعد إيش؟ بعد التخفيف. يا جماعة الخير مش كثير صعب، ما بدك تعقدوا حالكم فيها. أنا حاط لكم رسمة هون تمام، إنه أنا في عندي before the dilution، في عندي after the dilution تمام، after adding the solvent أو the إيش للسائل. هلا التركيز الصبغه اكيد راح يقل، فالتركيز بعد تمام. اول شيء بدي بالتركيز قبل مع الحجم قبل، بقسمه على التركيز بعد، بيطلع لي الحجم بعد تمام. فهي القاعده اللي احنا دائما بنعرفها بالنسبه للتخفيف، هاي القاعده اللي دائما احنا بنعرفها بالنسبه ايش؟ بالنسبه للتخفيف تمام. فهاي هاي الوسيله نفسها بستخدمها في حساب حجم سوائل الجسم، في حساب حجم سوائل الجسم. ولكن هسه انا حكيت لكم انه انا في عندي اكثر من كومبارتمنت للجسم فيها سوائل. بهاي الطريقه انا كومبارتمنت بحسب من الاساس. بهاي الطريقه يا جماعه الخير، بهاي الطريقه انا اي بهاي الطريقه انا شو بحسب بالضبط؟ ببساطه بهاي مثلا على سبيل المثال انا في عندي اكسترا سيلولار فلويد، في عندي انترا سيلولار فلويد، في عندي بلازما. طب انا شو بدي احسب؟ حسب ما انا بدي احسب بحط نوع صبغ مختلف. كيف يعني؟ هسه انا مرات او صبغ مرات بسميها انديكيتور. فحسب حجم السائل او حجم الكومبارتمنت او حجم او حسب الكومبارتمنت اللي انا بدي احسب حجمه بحط الانديكيتور. على اي اساس؟ على سبيل المثال لو بدي احسب ال 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 لو بدي احسب الفوليوم تبع البلازما بحط انديكيتور او بحط داي تتواجد فقط بالبلازما. يعني بهاي الداي بتفوت بالبلازما بس مستحيل تنتقل الانترستيشيال فلويد اند ذا انترستيشيال فلويد. لو بدي احسب لو بدي احسب حجم الاكسترا سيلولار فلويد كامل بحط انديكيتور. هذا الانديكيتور بضل في البلازما، هذا الانديكيتور بضل في البلازما تمام، هذا الانديكيتور بضل في البلازما وبضل بالانترستيشيال فلويد ولكنه مستحيل يفوت على الانترستيشيال فلويد. فانت حجم الانديكيتور اهم شيء بيساعدك في انتقاء الانديكيتور هو وير داز ذا انديكيتور جو. اذا انت بدك تحسب حجم البلازما بدك انديكيتور يضل في البلازما، بدك انديكيتور يحسب الاكسترا سيلولار فلويد كامل بدك انديكيتور يروح على البلازما اند ذا انترستيشيال فلويد. والترانس سيلولار فلويد عاده ولكنه هذا يهمل لانه بيكون كثير حجمه قليل تمام. فبهذه الطريقه طيب، وهكذا يا جماعة الخير وهكذا. هسه إذا بدي أحسب أنا التوتال بادي ووتر، إذا بدي أحسب التوتال بادي ووتر اللي هو الإكسترسيلولار فلويد أند الإنترسيلولار فلويد، بدي أجيب زي ما بتعرفوا اللي هو إشي يفوت على كل من البلازما الإنترسيلولار فلويد أند إنسايد ذا سيلز. طبعا المثال عليهم الراديو اكتيف ووترز اللي هو التريتيوم الهيفي ووتر زي اللي هي الديوتيرم وما الى ذلك والانتي بايرين تمام. هاي الامثله على انديكيتورز بنستخدمها في حساب التوتال بادي ووتر اللي هو الاكسسبل اند الانترستيشيال فلويد. ولكن في حال انت كنت بدك تحسب الانترستيشيال فلويد لحاله ما فيش عندك انديكيتور بيضل في الاي سي اف لحاله، كيدك تحسب الاي سي اف ايزوليتد. اول شيء بتحسب التوتال بادي ووتر بعدين بتحسب الاي سي اف تطرحهم من بعض بحيث انه هسه منطقيا التوتال بادي ووتر هو عباره عن مجموعه المياه داخل الخليه زائد مجموعه المياه خارج الخليه. يعني بمعنى اخر الانترا سيلولار فلويد هو عباره عن توتال بادي ووتر ناقص الاكسترا سيلولار فلويد تمام. طبعا انا هون كاتب لكم نو انديكيتورز ار يوزد، انا قاصد فيها انه انا ما بستخدم انديكيتور واحد مشان اقيس الانترا سيلولار فلويد خصوصا تمام، وانما الانترا سيلولار فلويد يتم حسابه عن طريق عمليه حسابيه بعد ما انا اطلع الفوليوم اوف ذا اكسترا سيلولار فلويد والفوليوم اوف ذا توتال بادي ووتر
تمام، هاي خلوها في بالكم. اذا انا بدي احسب الاي سي اف لحاله بستخدم مرات الراديو اكتف صوديوم، الايوثالاميت، الثيوسلفيت، الانجولين. هسه في شويه تفاصيل على هذول تمام، ولكنهم يعني انا ما بحب انكم تدخلوا فيهم، ما بيجي عليهم اسئله نهائيا فدكتور بعضهم تمام. بس اعرف لي مثلا انا بدي احسب الاي سي اف والاي سي اف مع بعض بستخدم هذول الاشياء تمام. طيب هسا انا لما انقي انديكيتور، هذا الانديكيتور لازم يكون فيه شويه خصائص معينه. اول شيء يكون نون توكسيك، يعني ما باذي الجسم. لازم it has to distribute through the compartment that must be measured. يعني مثلا اذا بدي اجيب بدي اقسم او بدي احسب اللي هو حجم البلازما، بجيب شيء تمام يضل في البلازما يروح على الكومبارتمنتس الثانيين. not metabolized، يعني انه ما بيشارك في العمليات الحيوية اللي بيصير في الجسم. not be excreted، يعني الجسم مش راح يطرحه تمام، أو إذا راح يطرحه أنا بكون عارف الوقت اللي الجسم اللي راح يطرحه فيه أو كم بده الجسم مشان يطرحه، فأنا بحاول إني أعمل حساباتي قبل ما الجسم يطرحه مشان حساباتي تكون دقيقة 100%. ولازم يكون سهل قياسه خصوصا بس أخذ العينة بعدين. ولازم it does not interfere with the distribution of the body fluids، يعني ما لازم يغير بالبودي فلويدز، يعني ما بيساعد على إنه بيزيد حجم البلازما، ما بيزيد حجم الانترستيشن فلويد وهكذا تمام. طيب هلا انا في عندي بلازما وفي عندي مصطلح ثاني بسميه بلاد فوليوم. بلاد فوليوم، هلا البلاد الدم مش نفس البلازما، وانما البلازما هي جزء من الدم. البلازما هي جزء من الدم، كيف يعني؟ هلا الدم يا جماعه الخير، لو انا اخذت عينه من الدم وحطيتها في الانبوب هذا ووديتها على السنترفيوج اللي هي جهاز الطرد المركزي تمام، وخلي جهاز الطرد المركزي يشتغل عليه، راح تلاحظ انه عينة الدم راح تنفصل لثلاث طبقات حسب الكثافة، بحيث انه الطبقة الاقل كثافة بتكون اعلى والطبقة الاكثر كثافة بتكون تحت تمام. فراح الاحظ انا ثلاث طبقات، راح الاحظ هاي الطبقة الصفراء، هاي بسميها بلازما، راح الاحظ طبقة بيضة، هاي الطبقة البيضة اللي بالنص بسميها البافي كود، بتحتوي على اللوكوسايت اند بليتلس. شو يعني اللوكوسايت؟ يعني خلايا دم بيضاء، وبليتلس يعني صفائح دموية. وفي عندي هاي المنطقة الحمراء اللي بتحتوي على الإريثروسايتس واللي هم خلايا الدم الحمراء، واللي هم خلايا الدم الحمراء تمام. أنا في عندي بلازما، في عندي بافي كوت، في عندي إريثروسايتس. بلازما، بافي كوت، and إريثروسايتس تمام. في حالة هذول كلياتهم مكونات الدم، فبتلاحظوا إنه البلازما هي جزء من الدم. البلازما جزء من الدم، والبلازما تشكل 55% من حجم الدم. البلازما تشكل 55% من حجم الدم تمام. ولا الإريثروسايتس و 45% من حجم الدم بشكله مين؟ بشكله خلايا الدم الحمراء تمام. اما اللوكوسايتس والبليتس والاذر كومبارتمنت، هذول ايش حجمهم؟ اقل بكثير، ومرات احنا بنهمله، بس ياك تعرفوا ان البلازما بتمثل 55% من حجم الدم، بينما خلايا الدم الحمراء بتمثل ما يقارب ال 45% من حجم الدم. والإريثروسايت بسميهم هيماتوكريت تمام. اذا حجم الدم اللي هو 100% من حجم الدم تمام، شو يساوي 55% بلازما ناقص ايش؟ ناقص زائد 45% هيماتوكريت. 45% هيماتوكريت او اللي هو ريد بلود سيلز، او اللي هم اريثروسايت، او اللي هم خلايا الدم الحمراء تمام. اريثروسايت، فحجم الدم يا جماعه الخير، حجم الدم يساوي البلازما فوليوم. البلازما فوليوم تقسيم 1 ناقص هيماتوكريت. اذا زي ما حكينا لكم البلازما فوليوم هي عباره عن البلد فوليوم، هو عباره عن بلازما فوليوم تقسيم 1 ناقص الهيماتوكريت، لانه هلا اللي بلازما فوليوم 55%، 1 ناقص هيماتوكريت برضه حيكون 55%. هذا بعطيني البلد فوليوم. dont worry about this too much, dont worry about this too much and dont embrace it تمام. طيب البلازما اتسلف من ايش تتكون؟ البلازما 90% منها عباره عن ووتر، 2% منها عباره عن سمول مولكيولز زي الالكترولايتس اللي هم صوديوم بوتاسيوم وما الى ذلك، نيوتريانتس اللي هم الاغذيه، ميتابوليك برودكتس اللي هي
نتاجات بعض العمليات، عمليات الأيض، بعض الهرمونات، بعض الإنزيمات، وفيها بروتينز. البروتينز اللي في البلازما، أهم بروتين اللي هو الألبومين، اسمه يسميه ألبومين، 54% من البلازما بروتينز عبارة عن ألبومين. وفي عندي جلوبيولينز اللي هم عبارة عن أنتي بوديز اللي هي أجسام مضادة 38%. وفي عندي فيبرينوجين له دور كبير جدا في عمليات اللي هي تجلط الدم، كثير مفيد وكثير مهم هذا البروتين اللي هو الفيبرينوجين، يشكل 7% من البروتينز الموجودين في البلازما. تمام. على indicators that are used in measurement of plasma volume، في عندي الالبومين، الراديو اكتيف البومين، في عندي الايفانز بلو داي، في عندي الليبلد اللي هو الكريبتين ليبلد ار بي سيز. تمام. هلا بالنسبه للاوزمولاريتي اند بلاد فوليوم، تمام. هلا اول شيء بنراجع الاوزمولاريتي ايش هي. هلا الاوزمولاريتي ببساطه يا جماعه الخير زي ما انتم بتعرفوا هي عباره عن كونسنتريشن، هي عباره عن كونسنتريشن. والاوزمولاريتي، تمام، الاوزمولاريتي اللي هي شبيه كيف تشبه المولاريتي وما الى ذلك، تعتمد بشكل كبير على ايش؟ على الصوديوم ايون، تعتمد بشكل كبير على الصوديوم ايون. اذا الاوزمولاريتي تعتمد على الصوديوم ايون، تمام. فانا الـ لما يصير في عندي حاله هايبر نايتريميا، يعني لما يكون في عندي كميات عاليه من الصوديوم في البلازما، هاي الحاله بسميها هايبر نايتريميا. هايبر يعني زياده، نايتريميا يعني الصوديوم ان ذا بلازما. فلما يكون في عندي انا هاي اماونتس اوف high amounts of sodium الأوزمولاريتي للبلازما تكون كثير عالية، بتكون كثير عالية، تمام. ولما يكون في عندي hyponatremia اللي هو عدد قليل من أو تركيز قليل جدا من الصوديوم في البلازما، حنا نسميه hyponatremia. والبيشنت اللي يكون عنده hyponatremia بيكون في عنده very low osmolarity of the blood، تمام. هلا أنا لو الأوزمولاريتي زادت بالإكستراسيلولار فلويد، it will draw fluid from the intracellular fluid to the extracellular fluid. تمام. هالشيء كلياتكم بتعرفوه وكلياتنا اخذناه بال تمام بالمحاضرات الاولى من الماده. طيب لو انا عندي هون كانت الاوزمولاريتي يا جماعه الخير 100 على سبيل المثال، والأوزمولاريتي كانت هون 50، الووتر باي أوزموس راح ينتقل من وين لوين؟ راح ينتقل من اللو أوزمولاريتي للهاي أوزمولاريتي، راح يعني راح ينتقل من 50 لل 100، راح ينتقل هون هيك بهاي الطريقة، تمام. فهالشيء راح يؤدي إلى شرينكج، راح يؤدي إلى إيش؟ لشرينكج of the cell، الخلية راح تخسر المي اللي فيها وتتقلص، تمام. هاي في حالة الأوزمولاريتي العالية، هاي في حالة الأوزمولاريتي العالية. والعكس صحيح، والعكس إيش؟ والعكس صحيح. يعني لو أنا، تمام، كان العكس، يعني كان عندي الأوزمولاريتي هون 50 وكانت الأوزمولاريتي هون 100، المي من وين راح تنتقل؟ راح تنتقل من 50 إلى 100، راح تنتقل من 50 إلى 100، تمام. فهاي الخلية شو راح يصير فيها؟ it will swallow، it will swell، تمام، it will swell، بحيث ان ايش راح ايش راح تتضخم وتنفخ. it will swell، it will swell انها ايش بتنفخ، لانه فيها كثير كميات من الووتر عمالها بتفوت الى داخل الخليه، عمالها بتفوت الى داخل الخليه، تمام. هلا انا عندي primary increase in the extracellular fluid will decrease osmolarity by dilution. كيف يعني؟ يعني يا جماعه الخير لو انا عندي، تمام، ال concentration of the sodium in the plasma ثابت، تمام، وانا ضفت كمان ووتر على الصوديوم، كمان ووتر على الصوديوم، شو راح يصير بال concentration of the sodium؟ بانه حجم الصوديوم ثابت راح يقل، راح يقل. يعني ببساطه كبيره، ببساطه شديده، تمام، لو انا عندي وعاء، تمام، لو انا في عندي وعاء وهذا الوعاء الاوزمولاريتي له 50، تمام، انا رحت ضفت عليه ووتر، بس ووتر، تمام، شو راح يصير فيه الاوزمولاريتي؟ شو راح يصير فيها؟ راح تقل. نفس لما يكون في عندك كاسه مي فيها سكر، لو ضفت عليها مي، السكر شو بصير؟ خفيف، تركيز السكر بصير اقل بسبب زياده حجم المذيب،
تمام؟ فهالشيء احنا كله شرحناه في المحاضرات الاولى، فانتم المفروض هو يكون راسخ في بالكم الان. الاكسترا سيلولر فلويد تمام حجمه اذا زاد الاوزمولاريتي له بتقل باي ايش؟ باي ديليوشن، بالتخفيف. بايش؟ بالتخفيف. والعكس صحيح، لو قل حجم الاكسترا سيلولر فلويد لحاله وحجم الصوديوم يكون ثابت، شو بصير بالاوزمولاريتي؟ الاوزمولاريتي بتزيد، الاوزمولاريتي بتزيد. تمام؟ نفس قصه، نفس كاسه المي والسكر، لو انت قمت منها مي لحالها شو بصير بتركيز السكر؟ بزيد، بتحس الكاسه احلى صارت. تمام؟ فالانسان، فاي حدا بصير معه نزيف، بصير معه جفاف، بصير معه تعرق زياده، بصير معه اكسسيف يورينيشن زي الناس اللي بيضطروا على الحمام كثير، سواء كان عندهم سلس بول، سواء كان عندهم الناس اللي معهم سكري، عافانا الله واياكم كلياتهم هذول يا جماعه الخير. كل هاي الاشياء it will decrease the blood volume, it will decrease the blood volume. تمام، it will decrease the blood volume. تمام، بينما excessive fluid intake it will increase the extracellular fluid. excessive fluid intake will increase extracellular fluid. واحد لما يشرب مي كثير حجم الدم عنده بيزيد. تمام، طيب هلا نعتبر انه في حدا صار في عنده increased blood osmolarity. increased blood osmolarity تمام، البلد osmolarity تبعته ارتفعت، صار معه حاله من الهايبر نايتريميا تمام، اللي هو تناول بنعتبر كميات كبيره من الملح، صار معه هايبر نايتريميا تمام، او قل عنده البلد فوليوم، او قل عنده البلد فوليوم سواء كان معه جفاف او سواء كان معه نزيف. تمام، الجسم راح يعالج الموضوع بثلاث شغلات، وانا بدي اياكم تحفظوا من هون وطالع خلوها في بالكم. انا لما احكي increased blood osmolarity، increased blood osmolarity، انا كاني عمالي بحكي decreased blood volume. they both go hand in hand، زي ما شرحنا قبل شوي، انا لما يقل عندي حجم الدم، راح يصير في عندي hyper osmolarity. تمام، انا لما يزيد في عندي حجم، لما يزيد الاوزمولاريتي راح يقل حجم الدم. فهاي الاشياء يا جماعه الخير بديها تضلها في بالكم. they always go hand by hand. they always go hand by hand. والجسم بيعامل ال increased osmolarity نفس ال decreased volume. الجسم بيعاملهم كأنهم نفس الإشي. تمام؟ ف إذا في حدا صار في عنده increased osmolarity أو صار في عنده decreased blood volume، هالشي شو راح يعمل؟ تمام؟ أول شيء هو بيعمل ثلاث شغلات. أولاً بيحفز مراكز العطش في الدماغ، فشو بصير؟ فبصير الإنسان بيشرب مي أكثر، تمام؟ تمام. هلا بصير يشرب مي أكثر، شو بصير؟ أولاً إذا كان في عنده هايبر أوزمولاريتي، I will correct the hyper osmolarity by dilution، لأنه أنا عمالي بزيد فلويد على الإكسترا سيلولر فلويد. تمام، انا عمالي بشرب مي كثير، فانا عمالي بعمل ديليوشن للهايبر اوزمولر فلويد. تمام، طيب لو كان عنده كريزد بلاد فوليوم، فانا زدت البلاد فوليوم، وحليت المشكله. فانا ايش؟ فحليت المشكله. تمام، طيب الشغله الثانيه، هذول اذا اي حدا عنده انكريزد بلاد اوزمولاريتي او اوزمولاريتي نفس الشيء او ديكريزد بلاد فوليوم، هالشيء بيحفز افراز هرمون بسميه ADH، او اللي هو الهرمون المانع لادرار البول، انتاي دايوريتيك هرمون، الهرمون المانع لادرار البول من الهايبوثالامس، من الغده النخاميه، من البوستير بيتوتري، من الغده تحت المهاد، من الغده النخاميه الخلفيه. تمام، الغدتين بيطلقوا هذا الهرمون. تمام، فالفكره يا جماعه الخير، هلا هذا الهرمون ايش بيعمل؟ بيعمل على تقليل حجم السوائل اللي بيخسرها الجسم بالبول، بيقلل حجم البول. تمام، فلما يقلل حجم البول شو بيعمل؟ عماله بيقلل السوائل اللي بيخسرها الجسم، فبيقلل خساره السوائل من الاكسترا سيلولر فلويد. فهالشيء بيساعد على انه يضل الاكسترا سيلولر فلويد ثابت وما ينقص اكثر واكثر، هذا بيعمله انتي دايريتيك هرمون، رح نرجع نحكي عنه. تمام، والشغله الثالثه انه اذا اجاني بيشنت مع واحده من هذول الحالتين، بفعل شيء اسمه رينين انجيوتنسين سيستم، اللي هو راح يؤدي الى افراز الالدوستيرون. تمام،
وراح نشرحه كمان شوي، وهذا الشيء راح نشرحه كمان شوي إن شاء الله. تمام؟ طيب، إذا حكينا لكم إذا patient أو في أي حدا صار معه جفاف، أو صار معه نزيف، خسر كميات كبيرة جدا من السوائل، أو صار معه حالة من الهايبر أوزمولاريتي، أو صارت معه حالة من الهايبر أوزمولاريتي، هالشيء راح يحفز مراكز العطش، هالشيء راح يحفز مراكز العطش، تمام؟ عن طريق تحفيز إيش بيسميه أوزموريسيبتورز، أوزموريسيبتورز، هون شوفوا كيف؟ واحد مثل معه جفاف، واحد إيش؟ واحد معه جفاف. هلا هذا الجفاف راح يعمل عندي ثلاث شغلات، راح يعمل عندي ثلاث شغلات، راح يقلل حجم الدم، تمام؟ وراح يقلل وراح يزيد الأوزمولاريتي للدم، تمام؟ وراح يقلل تكوين اللعاب. أنا عندي اللعاب، لما الجسم يكون اللعاب الجسم بيحتاج لمي، فأنا لما الواحد يكون في حال جفاف ما بيكون قادر على إنتاج اللعاب، تمام؟ فهذول الشغلات الثلاث، فهذول الشغلات الثلاث بيؤدوا لإيش؟ بيؤدوا لتحفيز، بيؤدوا إلى تحفيز مراكز العطش في غدة ما تحت المهاد. فغدة ما تحت المهاد بتزيد العطش، تمام؟ بيزيد شعور الإنسان بالعطش، فالإنسان بيروح يشرب مي، هلا الإنسان لما يشرب مي شو راح يصير؟ اللي راح يصير إنه راح يخف الديهايدريشن، فبيزيد البلد فوليوم، بيقل بلد أوزمولاريتي، الإنسان بيوقف بيبطل يشرب العطش، بيبطل يشعر بإيش؟ بالعطش، تمام؟ هاي الشغلة خلوها في بالكم، هاي الشغلة خلوها إيش؟ خلوها في بالكم. إذن الثيرست سنترز، اولا انا في عندي الهايبوثالامس، في عندها شيء بيسميه اوزمو ريسبتورز. شو هو الاوزمو ريسبتورز؟ اللي هي عباره عن مستقبلات موجوده في غده تحت المهاد، وظيفتها انها تقيس الاوزمولاريتي تبعت البلد. فاذا زادت الهايبوثالامس بتعرف، واذا قلت الهايبوثالامس بتعرف، واذا قلت الهايبوثالامس بتعرف، تمام؟ طيب الاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون، هلا في حاله الهاي بلد اوزمولاريتي او اللو بلد فوليوم، البوستير بيتيوتري جلاند ريليزز اي دي اتش. هسه احنا حكينا هون، مكتوب عندكم ايش؟ هايبوثالامس، اعتقد مكتوب عندكم هايبوثالامس. ايش طب ايش الفكره يا عبد الرحمن؟ الفكره انه الاي دي اتش يا جماعه الخير، الانتي دايوريتيك هرمون، يتم تصنيعه في غده تحت المهاد اللي هي الهايبوثالامس، وغده تحت المهاد بتودي هذا، بتخزن هذا الهرمون في البوستير بيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه، تمام؟ في هي الغده النخاميه الخلفيه. فالغده النخاميه الخلفيه، تمام، هي فقط مخزن ومفرز للهرمون وليس مصنع للهرمون، وهذا فرق كبير جدا، وهذا فرق كبير جدا. هلا الاي دي اتش يتم افرازه من الهايبوثالامس والبوستير بيتيوتري جلاند في حاله هاي بلد اوزمولاريتي او لو بلد فوليوم، زي ما حكينا لكم هذول الثنتين they will always go hand by hand. Now ADH it will prevent urine excretion، راح بيقلل من اللي هو من التخلص من البول، تمام؟ انا بقلل من كميه البول اللي بتطلع من الجسم، فهالشيء بيقلل خساره السوائل من الجسم، فهالشيء بيرفع البلد فوليوم، هلا انا في عندي هرمون اسمه انجيوتنسين 2، رح نحكي عنه كمان شوي، والانجيوتنسين 2 برضه بيساعد على السكريشن اوف ذا انتي دايوريتيك هرمون، تمام؟ طيب نحكي عن اخر نظام عندنا، واللي هو الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، اللي هو الراس سيستم، تمام؟ هلا برضه يا جماعه الخير، في حاله اللو بلاد فوليوم، تمام؟ لما انا يكون في عندي حجم الدم قليل، هلا كمية الدم اللي راح توصل للكلية راح تقل، تمام؟ ليش راح تقل؟ لأنه الدم كله قل، يعني حجم الدم اللي موجود بالجسم قل، فكمية الدم اللي راح توصل للكلية راح تكون أقل منطقيا يعني، تمام؟ فلما كمية الدم اللي بتوصل الكلية أقل، الكلية بتحكي شو هذا؟ ليش هيك؟ بتطلق إنزيم الكلية اسمه رينين. إيش اسمه؟ اسمه رينين. هلا هذا الرينين راح يروح وين؟ راح يروح على البلازما، تمام؟ بيشتغل على بروتين يتم تصنيعه بالكبد اسمه انجيوتنسينوجين، والرينين بيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، تمام؟ طيب هلا الانجيوتنسين 1 برضه يتم تحويله لانجيوتنسين 2 عن طريق انزيم بسميه انجيوتنسين كونفرتيك انزيم، موجود على الاندوثيليوم. في وين؟ ب
خلايا بالرئتين، موجود على الاندوثيليوم بالرئتين، تمام؟ موجود على الاندوثيليوم بالرئتين. هسه شو هو الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم هو عباره عن epithelial tissue that covers the inner side of the blood vessels زي ما انتم بتعرفوا. فيا جماعه الخير، الانجيوتنسين الاندوثيليوم اللي موجود في الرئه، اللي موجود في الاوعيه الدمويه اللي في الرئه، عليه انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. فلما يمر الانجيوتنسين 1 من عنده ما بيتركه بحاله، بحول لانجيوتنسين 2، بحول لانجيوتنسين 2. هلا الانجيوتنسين 2 بيعمل كثير اشياء، بيعمل كثير اشياء. اولا بيروح على الاوعيه الدمويه وبيعمل فيزو كونستريكشن، وبيعمل فيزو كونستريكشن. شو يعني فيزو كونستريكشن؟ فيزو كونستريكشن يعني اللي هو الـ زي ما انتم بتعرفوا الـ فيزو كونستريكشن اللي هو تضيق الاوعيه الدمويه، فهالشيء بيساعد على رفع ضغط الدم الى مستوياته الطبيعيه، تمام؟ لانه بتخطوها بسنه ثالثه، العلاقه بين قطر الوعاء الدموي وضغط الدم علاقه ايش؟ علاقه عكسيه. كل ما قل قطر الوعاء الدموي كل ما زاد، كل ما قل قطر الوعاء الدموي كل ما زاد ضغط الدم فيه. واحنا عاده لما يكون في نسب، لما يكون في واحد معه نزيف ضغط دمه بيكون منخفض، فالجسم بيحاول يرفع ضغط الدم عن طريق انه بيعمل فيزو كونستريكشن. الانجيوتنسين 2 برضه بيروح وين؟ بيروح على الادرينال كورتكس. ايش هي الادرينال كورتكس؟ هلا انا في عندي الغده نايمه فوق الكليه، شو بسميها؟ ادرينال جلاند، اللي هي الغده الكظريه. وحكينا لكم اكثر من مره انه الغده الكظريه تقسم الى قشره الغده الكظريه واللي هي ادرينال كورتكس وادرينال الميدولا. الادرينال الميدولا ناقشناه بالاوتونوميك نيرفس سيستم، وحكينا لكم يا جماعه الخير انه الادرينال الميدولا بتفرز ابينفرين اند نور ابينفرين، بتفرز ابينفرين اند نور ابينفرين. اما بس الادرينال كورتكس مختلفه شوي. الادرينال كورتكس حكينا لكم بتفرز 3 important things، بتفرز الالدوستيرون، الكورتيزول اند سم اندروجينز، اند ايش؟ اند سم اندروجينز، تمام؟ هلا الانجيوتنسين 2 بحفز الادرينال كورتكس على افراز الالدوستيرون، تمام؟ بحفز على افراز الالدوستيرون. هلا الالدوستيرون راح يشتغل على الكليه نفسها، تمام؟ راح يشتغل على الكليه نفسها ويساعد على تقليل طرح الماء والاملاح في الكليه، تمام؟ على تقليل طرح الماء والاملاح في الكليه، فهالشيء في البول، تمام؟ فهالشيء بيساعد على رفع حجم الدم، فهالشيء بيساعد على ايش؟ على رفع حجم الدم، تمام؟ على رفع حجم الدم. وبرضه الادرينال كورتكس it can be stimulated by hyperkalemia and hyponatremia. يعني لو في مريض عنده هايبوناتريميا هذا ممكن يحفز افراز الالدوسترون، مشان الالدوسترون بيساعد على منع طرح الصوديوم في الكليه، وبيساعد على وبرضه بيزيد من طرح البوتاسيوم في الكليه، بيزيد من طرح البوتاسيوم في الكليه وفي البول. ها هي كلها فكره الراس سيستم، رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم او اللي هو الراس سيستم، واللي هو مسؤول عن تنظيم ضغط الدم عندنا في الجسم، تمام؟ فهذول هم الثري امبورتنت سيستمز اللي هو الجسم بيستخدمهم في المينتيننج اوف ذا بلاد فوليوم، تمام؟ هذا الدايجرام انا حاطط لكم اياه، ما في شيء جديد، بس بيوضح ايش الاشياء اللي احنا اخذناها. لما تقل كميه الماء اولا راح يقل حجم الماء، حجم الدم، تمام؟ وراح تزيد الاوزمولاريتي للدم، بس يقل حجم الدم راح يقل ضغط الدم، تمام؟ وراح يقل كميه الدم اللي واصله للكليه، فهالشيء راح يرفع الانجيوتنسين 2، تمام؟ وحكينا لكم انه زياده increases in the blood osmolarity، زياده البلاد osmolarity، تمام؟ راح تفعل الاوزمو ريسبتورز بالهايبوثالامس، وراح تؤدي عندي الى دراي ماوث، فهالشيء كلياتهم بفعلوا مراكز العطش في الهايبوثالامس، فبزيد العطش وبيزيد الانسان انه بيشرب مي، and this will decrease the blood osmolarity، تمام؟ احنا رح ننهي المحاضرة اليوم، ما ضل كثير من المحاضرة، يعني المحاضرة الجاية بنتوقع تكون كثير قصيرة، ولكن هذا هو بيت القصيد من كل شيء انتم لازم تعرفوه في هاي المحاضرة، ان شاء الله انها كثير سهلة عليكم، يعطيكم العافية، واعذرونا على التقصير.